اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، وضيف الاستاذ شريف عبد القادر الناقد الرياضي، وانضم لنا من الدوحه صديقه وعدوه حبيبي الاستاذ ماهر غريب الناقد الرياضي. انا قلت ما سيبكش لوحدك، اكيد وحشك. يعني كنا بنتكلم عن الصفقات، واحده من الحاجات الاستاذ شريف عايز اتكلم معاك عليها موضوع كهربا. موضوع كهربا رايح فين؟ وليه الغرامه لغايه دلوقتي ما تسددتش؟ او انت في رايك النادي الاهلي بيخطط لايه فيما يخص ملف كهربا؟ هو طبعا كهربا عليه يعني 50% من قيمه الغرامه، والنادي البرتغالي 50% الثاني، يعني هتتسدد، يعني لان لازم تتسدد عشان يترفع عنه الايقاف يعني. بس هي مساله وقت يعني. مش حاسس ان ممكن في النص كده الاهلي يقول لا خلاص انا القصه دي؟ لا ما اعتقدش ان ده هيحصل. لو كان الاهلي في نيته انه يستغنى عن كهربا كان استغنى، خاصه وان كولر يعني تمسك بيه وقال كهربا مفيد جدا للفرقه. يعني كل التصريحات او كل البيانات اللي خارجه من الفرقه، لا كهربا موجود مع الفريق، واول ما يدفع الغرامه هيتم رفع الايقاف عنه. طبعا في النهارده تقريبا خبر ان في فايده او في الفايده اتغيرت شويه او اتزادت شويه، هو هيدفع 50% منها والنادي البرتغالي 50% منها. اول ما تدفع الغرامه خلاص يعني. اوكي، انت رايك ان الاهلي هيدفع الغرامه او هيدفع اللي هو يعني كهربا مين هيدفعها؟ يعني كهربا هيدفع. استاذ ماهر مساء الخير. خس. اهلا بك يا كابتن ميدو، مساء النور، ازيك وازاي صديق الاهلي والعزيز شريف؟ حبيبي يا ماهر. استاذ ماهر، كنا بنتكلم في قضيه كهربا، استاذ شريف بياكد ان الاهلي هيبقى ملتزم بدفع الجزء الخاص بيه فيما يخص ملف قضيه كهربا. انت بتوافق استاذ شريف الراي ولا عندك راي مختلف؟ انا يهمني الفلوس تروح الزمالك، كهربا يدفع، الاهلي يدفع، يخلوه يمشوه، الفلوس تروح الزمالك، هو ده اللي يهم الزمالك دلوقتي. طبعا في جزء هتاخده اكيد. لا، لانه انتصار معنوي كبير بيفرق مع الناس كتير جدا ومع جماهير نادي الزمالك ومع ادارته. بيفرق كتير جدا مع جماهير الزمالك الامور المعنويه ديت. اللاعب ارتكب خطا في حق الزمالك وجماهيره، وعليه انه يدفع او يسدد العقوبه ايا كان، اذا كان هيلعب في الاهلي الموسم دوت شيء يعني ما يشغلش بال الزمالك ولا جماهيره في حاجه. لكن المهم هو امتى موعد السداد. يعني احنا كثيرا بنسمع في تقارير اعلاميه ان النادي الاهلي وكهربا هيسددوا الغرامه. اخر شيء كان بالامس في انترست في فوائد، العدد بيعد كل شهر بتاخد، ما تستعجلش، تاخد شويه حلوين يعني، ما تستعجلش، تاخد 5%. طيب ما هو مش هيلعب، ما هو مش هيلعب الا ما يدفع. احنا بنجهزه، هيظل الامر كده، بيجهزوه. هيلحق ماتش السوبر ولا مش هيلحق؟ هنعمل لكم مفاجأة. هو حظه بس ان طارق حامد مش موجود المرة دي. طارق مين؟ طارق حامد. عشان طارق حامد ضربه في ماتش السوبر. لا شوف يا كابتن. شوف يا كابتن، هو طبعا اكيد كهربا لعيب ما حدش بيختلف عليه، لعيب كويس وكل حاجة. لكن هو طبعا هو اكيد قيمة للنادي الاهلي اذا كان في حالته واذا ابتعد عن المشاكل والحاجات اللي كانت سبب في ان موسيماني المدرب الاسبق للنادي الاهلي يخرجه بره الفريق بشكل كامل. عليه ان هو يتعلم من الدرس دوت، لان برضه خلينا نتفق على شيء بصرف النظر بعيد عن مساله الاهلي والزمالك، كهربا اذا كان في حالته وفورمه كويسه هو مكسب ايضا للمنتخب قبل ما يكون مكسب للنادي الاهلي. نعم يعني هو مكسب للمنتخب، ده اللي انا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم دي الموضوعيه، يعني احنا برضه مش هنمشي في سكه ان لا كان لازم يدفع وكهربا لازم يتوقف. لا، احنا برضه في امور يا كابتن ميدو، ودي موجوده بصراحه عند كثير من الـ مش عايز اقول الزملكاويه تحديدا، لكن من الناس العقلاء اللي جوه نادي الزمالك. احنا بيهمنا مصلحه الكوره في مصر في المقام الاول. صحيح الزمالك بيهمه يكسب، الاهلي ايضا بيهمه يكسب، لكن برضه مصلحه الكوره في مصر دي مساله مهمه جدا. وده يعني بدون زعل ومحدش يزعل، كثير من الناس الموجوده على الساحه ما بتفكرش في الامر دوت يا كابتن ميدو صراحه. يعني احنا شفنا الفتره الاخيره كثير من المواقف، الفتره يمكن اللي احنا بعد انتهاء الدوري وكده، لا فين مصلحه الكوره؟ يعني حتى الناس الصفقات اللي تمت في الفتره الاخيره ده، يعني في لعيبه كثيره جدا زي ايه تفكيرهم وداهم ايه سكك غلط. يعني في لعيبه كثيره جدا انت كانت المفروض تبقى في حته ثانيه، طبعا تفكيرهم وتصرفاتهم ودتهم في حته ثانيه. يعني لا بص يا كابتن شريف، لما لعيب يكون مثلا او تصرفات كهربا دي كان يعني اخرته طبعا عطلته كتير. يعني كهربا لغايه 2018 2019 كان احد اللعيبه الاساسيه في منتخب مصر، وحتى لما بدايته مع النادي الاهلي، لما حتى راح النادي الاهلي وطفر
ماشي كان بدايته جيدة مع النادي الأهلي، لكن تصرفاته خلت مثلا موسيماني أصر أنه هو يستبعده من الفريق ويتم إعارته أكتر من لاعب كده. وكان على حق يعني المدرب كان على حق في الموقف ده. طب يعني أكتر من لاعب في مصر تصرفاتهم أو طريق يعني صالح جمعة موهبة لا جدال عليها، تصرفاته وطريقة تفكيره خلته لكن إن شاء الله بإذن الله يلحق نفسه.